استقبال الضيوف نكيد ببيان شديد اللهجة من مجموعات أحباء لتوالي صفحات النادي تجاه رئيس النادي رضا شرف الدين. باش نحكيو أكثر على البيان هذا، خذينا واحد مدون ناشط كبير، ناشط برشا بين أحباء لتوالي، مدون أنيس صغير يتابعوا فيه برشا أحباء من النجم الساحلي على صفحات التواصل الاجتماعي، نحكيو معه أكثر على البيان هذا. أنيس أهلا بيك. عسلامة خويا، مرحبا بيك ومرحبا كيف تسمعني. دونك أنيس باهي، قال ما يعرفكش خلينا نقدم أحباء لتوالي، أكيد الناس الكل يعرفوك، لو كان تقدم روحك بقيت الناس الآخرين. أنيس أنت ناشط برشا بين أحباء نجم على الفيسبوك شفتوا. أي صحيح، عندي معدل باهي نتاع ديزابوني، يتابعوني برشا، يعرفوني برشا بخصوصا، لكن نبقى محب عادي يعني. كيف عندك صفحات مؤثرة بين أحباء لتوالي زاد ولا؟ ما عندي صفحات، لكن عندي كونتاكت بالليزادمين دو باج، عندي صفحة واحدة يعني كنت مانيش اكتيف فيها، لكن نلتقي دائما بالليزادمين دو باج نتاع الصفحات وديما على اتصال وكاو. باهي، لو كان تعطينا ساعة الإطار نتاع البيان هذا قبل ما ندخل في التفاصيل، كيفاش جات الفكرة؟ علاش بالضبط؟ شنو بالضبط البيان هذا؟ باهي، البيان اللي صدر في تاريخ الامس هو بيان يعني ظهرت فيه الاراء نتاع مجموعات مختلفه نتاع محبين مدونين مديري اكبر صفحات في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واللي توفرت فيهم يعني اهم نقطتين اللي هو الولاء للنجم الساحلي والحياديه والايمان بان مصلحه النجم اكبر من اي اعتبار، ولا ولاء الا للنجم، وهذا ما خلى يعني المقال ياخذ صدى كبير ويضرب بقوه في الاكتواليتي، معناه بصراحة لأنه كتب على ورق شفاف بأيدي نظيفة وليست محسوبة على زيد ولا عمرو. والكونتينيو نتاعو يعني هو تنويه مكتوب لترجيع النجم للسكة الصحيحة والطريق الصحيح والمضي قدما نحو الأهداف، يعني يرجع الفريق لمكانته الطبيعية اللي عهد بها جمهوره ومحبيه بعد الموسم، خاصة يعني بعد الموسم الفارط اللي لم يكن لا في مستوى التطلعات واللي لم يحترم فيه تاريخ شمعية تقارب يعني 100 سنة، والأدهى والأمر هو الخمول والبرودة ومحاولة مرور الكرام على موسم يعني شفنا فيه مهازل وخيبات وسوء تصرف بدون محاسبة. الفكرة كيفاش بدات بالضبط نتاع البيان المشترك؟ نعرفوا الجروبات سيرتو فما ديما مشاكل بين بعضها، كيفاش جات الفكرة انكم تتلموا الناس الكل كأحباء النجم الساحلي؟ لا لا لا، احنا راهو كنجم رياضي ساحلي ما عندناش حتى مشاكل يعني، ما حتى جروب، والجروبات الكل متفاهمه بالعكس، حتى في الدخلات في الغناء في كل شيء، احنا بعاد كل البعد على الاختلافات والانقسامات بينا وبين مش كيما بقيه الفرق. حاجه باهيه هذه بيان سور، احنا ديما كنا وما زلنا وسنكون قدوه يعني حتى لبقيه الفرق الاخرين، وهذا موثق. نجيو شوي للمضمون توا انيس، طالب تعطيته مهله ب 72 ساعه لرضا شرف الدين، شنو مطالبكم بالضبط في ال 72 ساعه هذا؟ مطالبنا هي شرعيه ومقبوله ومنطقيه، يعني تتلخص في بعض النقاط، هي اولها المحاسبه، يعني كل طرف كان له شأن من قريب أو من بعيد في تدهور الحالة والمتسبب في النتائج الكارثية هذه من لاعبين أو مسيرين أو إداريين كالكسوة يعني على المستطيل الأخضر أو من وراء المكاتب، وإحداث استراتيجية واضحة يعني دورينا فون وشفافة ومنطقية وحقيقية يعني بعيدة جديدين بعيدة على الدبلوماسية السياسية. تشوفوا انيس اللي رضا شرف الدين تركيزه منصب اكثر على حياته السياسيه ومشاغله السياسيه اكثر من النجم الساحلي؟ هذا من نجم ينكره حد، هذا من نجم ينكره حد، والنتائج اللي وصلت لها لتوال توري اللي هو ماهوش مغروم لدرجه انه نجم يعني يكون ملم بكل كبيره وصغيره، وخلى للناس الكل هي ساعات ياخذوا قرارات، ساعات يطردوا جوارات، ساعات يعملوا ريكروتمون جوارات، ديكو انه هو ما يكونش ملم بالاحداث اللي صايره في النجم في مركز التكوين ولا في السنيور ولا في الهوند ولا في الفوت ولا في ليكاسيكسيون، نحكي خاطر النجم عائله كبيره برشا، يلزمك تكون ان فغي ريسبونسابل وتعطي وقتك، ما قلناش وقتك الكل احنا بطبيعه الحال، يعني نجم يتفرغ لسياسته لكن بعيد برشا على الاتوالي، يلزم يفرق ما بين اداره جمعيه وراها اكثر من 2 ملايين محب وما بين حياه سياسيه اللي هو حر، لكن احنا راو توا اللي هو متفرغ
للسياسة وبعيدة على الرياض. قاعد نتبع معك في النقاط بالنقطه بالنقطه، يعني حكيتوا حتى مطالبه باقالات في رئاسه الفرع، والعباد سميتوهم بالفاشلين، كيفاش على اساس شنو قيمتوا انتم الفشل من النجاح؟ قيمنا الفشل من الاساس على اساس النتائج، يعني ما تستحقش برشا اجتهاد انه باش واحد اذا لتوات كلاسه كثر ايام موسم كيف هذاك ما نجموش نقولوا موسم ناجح، سي امبوسيبل، يعني لتوات نعرفوها جمعيه كبيره تلعب على تيتر واد يعني تنحينا من الكوب داراب دينا، خسرنا الكوب شامبيونا كاتريان، تنحينا كوب دي تونيزي الجديد مش نتاع مناوس، وزدنا خرجنا من رابطة الابطال، يعني ما فما حتى اوبجيكتيف تحقق في كلير، يعني انه فشل ذريع زاد، وزيد الخسائر الماليه وزيد الخطايا وزيد حتى شيء ما مشى. يقول قايل يانيس رضا شرف الدين هاو افتح عمل جلسه عامه انتخابيه وما تقدم حد معناه. صعيبه في الظروف هذه، صعيبه في الظروف هذه صعيبه، خاطر التغريق على المستوى المالي يصعب جدا جدا سيرتو في ظرف كيف هذا، ان واحد باش يتقدم وباش يدفع اكثر من 48 مليار، هذا اللي نعرفه اني عم ناوي استقلال المال، يعني قد يصل الى 60 مليار، وبخطايا وقرارات اللي الرئيس الجاي ممكن كيف يجي ما عنده فيها لا حتى دخل لا من قريب ولا من بعيد، يعني ان شاء الله روحه يخلص في اخطاء نتاع قله خبره وقله معرفه بكره القدم، ما فماش علاش يعني تجي رئيس باش ياخذ تركه رئيس اخر وباش يدفع مليارات يضخ مليارات كبيره وهو ما عنده حتى دخل فيها، يعني تصعب تقريبا مستحيله. ما كنتش رافضين رضا شرف الدين حسب ما فهمت طلبته، حتى باش تقعدوا معاه وتشوفوا حل وتعطيوا اقتراحات انتم هكا؟ بطبيعه الحال رضا شرف الدين يقعد رئيس نجم الساحل، يعني ما عندناش مشاكل شخصيه معاه، لكن سوء تاثيره والتقصير نتاعو احنا طالبين منه استراتيجيه واضحه، العمل بجد اكثر ويوضح لنا يعني النقاط وين يحب يوصل، خاطر فما كل خمول انه ما عادش يحب يدفع، انه فما جولات برشا هربت، فما برشا خطايا، حبوا نعرفوا نحن وين ماشيين، اسكو نحن ناخذوا على عاتقنا المسؤوليه هذه ونكملوا نسيروا نحن، ولا هو باش يكمل يسيرها يعني بشطر يد وشطر ساق. باهي، قاعد نتبع معاك كيف في النقاط. مطالبكم اخيرا شنو في باش نلخصوها، شنو لازم تكون انيس؟ استراتيجيه والمحاسبه، هذوما اهم زوز نقاط، استراتيجيه والمحاسبه والعمل يعني بجديه اكثر. نعرفوا الدكتور رضا شرف الدين عنده برشا معارضين من النجم الساحلي، سواء من رجالات الاتوال ومن رجالات سوسه، نجم يكون التحرك هذا ولا شكون نيز، خاطر سؤال يطرح نفسه كيف زاد؟ لا، من السبع المستحيلات، كلامك صحيح، في فما برشا ناس متخبيه ورا ناس اخرين، وفما بيادق وفما ناس مرتبطه، هذا الناس كلنا نعرفوا سوسه ونعرف المحبين احنا شكون ويقفوا شكون، ماني انا البيان هذا اللي ناكده لك ونبصم لك عليه، اللي ما وراه حتى شخص وشفاف وكتب على ورق شفاف بقلم شفاف، فما حتى عنصر ضغط علينا ولا عمل لنا الاملاء، اني واحد من الناس يعرفني يعني تقريبا 80% من جمهور النجم الساحلي يعرفني، ما ندخلش البيت الطاعة مهما كان الاسم اللي ورايا، واني مادام وصلت بارتاجيت البيان لاني نعرفه كان مكتوب في ايادي امينه، يعني الفكره دي يلزمنا نتجاوزوها مستحيله. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك انيس، ما عرفتش كانت تحب تزيد حاجه في الاخر. ان شاء الله نقول سي رضا يسمعنا وان شاء الله نتلاقاو به في اقرب وقت ونعطيه النقاط وان شاء الله ياخذنا بعين الاعتبار، خاطر احنا قابلناه مش مره مش اثنين، فهمت، لكن ديما تكون مع بين قوسين كلامه كيهاز في النافي خاتي زمره، يعني يسمعك ومن بعد يعمل اللي هو اللي قالوا عليه مخه، ان شاء الله المره دي ياخذنا بعين الاعتبار، خاطر عندنا حلول، عندنا مقترحات، نجموا نقرموا برشا وجهات نظر، حتى كان هو ما ينجمش يكلم اكس ولا ايكغيك، احنا ناخذوا على عاتقنا ونجموا نكلموا اكس ويكغيك باش نقربوا وجهات النظر ونعاودوا نتلموا كما قبل. تتصور فما رياكسيون باش تكون من رئيس النجم ولا كيف كما قلت كما سال قبل باش يمشي كلامكم سودان كما نقول؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يسمعنا وكو. ان شاء الله ان شاء الله، انا عندي في ثقه وان شاء الله يسمعنا المره هذه وياخذنا بعين الاعتبار
وان شاء الله ربي يهديه ويسمعنا وكذا. واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة أنيس على كل التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص البيان تاع أحباء النجم الساحلي اللي هبطوه إن شاء الله، أحباء ومجموعات النجم الساحلي. فاصل الموسيقى ثم مواصلين في فير بلاي.